السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الثاني الاعدادي. درسنا النهارده بنتكلم عن المود. يعني ايه كلمه مود؟ مود ذا موست ريبيتد فاليو او ذا موست فيموس فاليو، اكتر فاليو عندي اتكرر هو ده المود. طيب تعال نشوف مع بعض السؤال بيجي لنا ازاي. كان بيجي يقول لنا هنا فايند ذا مود اوف 7 3 4 1 7 9 7 4. اكتر نمبر اتكرر هنا عندنا اللي هو 7، لانه اتكرر عندنا 3 مرات. ففي الحاله دي بنقول ان المود equal 7. يبقى الفكره لما يجيب لنا هنا values بنشوف اكتر value اتكرر هو ده المود. طيب لو جايب لنا الفريكوينسي ديستريبيوتنج تيبل وطالب مني ان انا اجيب المود، عشان نجيب المود بنعمل حاجه اسمها الهيستوجرام. طيب ايه هو الهيستوجرام ده ونرسمه ازاي؟ فتعالى نرسم الكوردينيتس عندنا. زي ما اتفقنا عندنا هنا الهوريزونتال ده اللي هو السيتس، والفيرتيكال اللي هو الفريكوينسي. فاول سيت عندنا اللي هي 10 20 30 40 50 and 60. أكبر نمبر هنا عندنا 30، فممكن نقسمهم 4 8 12 16 20 24 28 and 32. طيب تعالى نشوف هنرسم الهيستوجرام ازاي. فأول ست عندنا هنا من 10 ل 20 كانت عندنا ب 16، فببدأ من عند ال 10 وارسم ريكتانجل وبحيث ان هو ينتهي عند ال 20. من ال 20 لل 30 كان 24، بقف عند ال 20 وانتهي عند ال 30 وارسم 24. عند ال 30 لل 40 كان 30، ببدا عندي هنا من عند ال 30 وابدا اطلع لغايه ال 30. عند ال 40 كان 20، يبقى من عند ال 40 بنرسم ريكتانجل بدايته عند ال 40 ونهايته عند ال 50 واخر هنا بيوصل عند ال 20. من عند ال 50 لل 60 كان 10، يبقى نيجي هنا من ال 50 لل 60 ونطلع عندنا هنا 10. بعد كده هنعمل ايه؟ من عند اطول لاين هنا بنبدا نوصل بالجزء الشمالي، الجزء اليمين بنوصله مع الجزء الشمالي، والجزء الشمالي اللي عندي هنا بوصله مع الجزء اليمين. يعملوا الاثنين انترسكشن في بوينت، بننزلها عند السيتس. نلاقيه يعمل انترسكشن في بوينت. البوينت دي كانت ما بين ال 30 وال 40، اللي في النص هنا كانت 35 وكانت قبل ال 35، يعني تقريبا عند ال 33. يبقى نقدر نقول ان المود ايكوال 33. يبقى فكره الهيستوجرام كل اللي انا بعمله ان انا بكمل التيبل اللي موجود عندي، برسم هنا عندنا ريكتانجلز. اول جروب عندنا هنا من 10 ل 20 بنطلع باللاين لغايه ال 60، من 20 لل 30 بنطلع لغايه 24، من 30 لل 40 بنطلع لغايه ال 30، من ال 40 لل 50 بنطلع لغايه ال 20، من ال 50 لل 60 بنطلع لغايه ال 10. اطول لاين عندي فيهم بوصل اليمين مع الشمال والشمال مع اليمين، يعملوا انترسكشن في بوينت. نرسم من البوينت دي بيربنديكولار نشوف عملت انترسكشن في مع السيتس وتكون هي دي المود. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.